السلام عليكم. رغم تدشين الوزير الأول لآخر شطر من طريق سيار الشرق، إلا أنه يعني وسائل الإعلام الجزائرية والدولية تسرعت في القول أنه الأشغال تاع طريق السيار هذه قد انتهت، لأنه في الحقيقة لم تنتهي بعد، وفي أشغال ما زالت سارية على مستوى نفق جبل الوحش، واللي وصلت إلى يومنا هذا إلى الانتهاء من حفر النفق واحد، يعني الحفر هو مازال نفق ثاني مازال فيه أشغال على الحفر متواصلة، ولأسباب تقنية محضة بعد ما عرفت عدة فترات وعدة مشاكل مع الشركة الأولى اللي كانت متكلفة بالإشغال، هي شركة كوجال اليابانية، ثم شركة صينية التي درست الموضوع ورفضت الأشغال بشروط مسبقة، ثم تسليم الأشغال هذه إلى شركة كوسيدا الجزائرية، واللي راهي قايد يعني إلى يومنا هذا ما زالها يعني قائمة بالأشغال هذه، واللي تعرف التأخر كبير، وإلى يومنا هذا تم افتتاح نفق واحد وما زال نفق ثاني لم يفتتح. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو اللي يوضح المشاكل والتقنيات المستعملة والتي لجأت إليها، وهي من أحدث التقنيات في عالم الأشغال العمومية. إذن نخليكم تتابعوا ما قاله المهندسين في الموضوع تاع المشاكل التقنية تاع التسربات تاع المياه وما إلى ذلك. إذن خليكم تتابعوا الفيديو والسلام. بعد تحديد العراقيل التقنية والعوائق الطبيعية، وظفت شركة كوسيدار خبرتها وفق مخطط عمل استعجالي، منطلقة بإعادة تأهيل وترميم نفق جبل الوحش في شقيه الأيمن والأيسر باستعمال تقنيات حديثة لأول مرة، قصد تأمينه من كل المخاطر. استغلينا تقنيات دي انجكسيون دي كونسوليداسيون بار دي فيبر دو فير افيك دي انجكسيون دي سيمون باش نعاودو نروكونستيتيو التربه في محور دانفليونس تاع النفق هذا قبل ما نحفروا. تقنيات جدد اللي درناهم هنايا في النفق على دي كونفورتمون بريالاب، قمنا بتصليح الجانب السفلي عن طريق الاكسكافاسيون ابري لا بيرفوراسيون دو رادي l'utilisation de la nouvelle technique c'est du scellement chimique pour rajouter de l'épaisseur du radis و هذا ما سيسمح عدم حصول تصدعات اخرى مستقبلا. وتيرة الأشغال تسير وفق المخطط الموضوع من قبل الشركة دون أي تأخير كان، وهذا عبر كافة الورشات. مع بداية السداسي الأول من السنة الحالية سيتم إن شاء الله وصل الجهة الجنوبية مع الجهة الشمالية للأنبوب الأيسر والانتهاء من عملية الحفر على طول 250 متر. نسبة تقدم الأشغال تدور حوالي 77%. هي الكفاءات الجزائرية التي تسعى جاهدة لاستكمال المشروع في آجاله المحددة لأهمية مردود هذا النفق بالطريق السيار شرق غرب على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.